حزام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى يخفض الوفيات والإصابات بنسبة 70%. قد ما تقدر تلتزم بحزام الأمان في كل رحلة. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك. عزيزي السائق، اترك مسافة كافية بينك وبين اللي أمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أتقدم لمجموعة السيارات الكلاسيكية الخليجية بالشكر الجزيل
على قبولهم دعوتنا وتشريفنا داخل أرامكو السعودية لعرض هذه المجموعة من السيارات. وأتقدم بالشكر للرئيس الشرفي الأخ والصديق والزميل خالد فهد الجبر الرئيس الشرفي للمجموعة، وكذلك لرئيس فريق العمل الأخ محمد السديري وفريق العمل كامل. أتقدم لهم بالشكر الجزيل على تشريفهم لنا في أرامكو السعودية، وبالأخص في لجنة السلام والرية لإرسال أو وضع رسالة للمجتمع فيما يتعلق بالسلام والرية. وأعتقد إن شاء الله أن أدينا دور جيد في توعية المجتمع بأننا نملك سيارات على 30 و40 و50 و60 سنة، وهي لا زالت في حالة جيدة. يعني نتمنى أنه فريق العمل يتبنى رسالة السلام والرية، وهي دعوة، ومستعدين أنه نشاركهم في أي فعاليات في بث هذه الرسالة. أنا أشكرهم جزيل الشكر وشرفونا، وإن شاء الله أنه نلتقي في المستقبل في مناسبات جيدة أخرى. والسلام عليكم، شكرا لكم.